يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول الراجح في مسألة الإكراه؟ أيكون على القول والفعل أم على القول فقط؟ الذي ورد في القرآن الإكراه على القول، لكن الحديث حديث طارق بن شهاب يدل أنه حتى على الفعل، أنه يكون إكراه حتى على الفعل، أنه لا يعذر بالإكراه على الفعل، إنما يعذر بالإكراه على القول فقط. هذا ظاهر حديث طارق بن شهاب، إنه لا يعذر بالإكراه على القول ولا على الفعل. الآية تدل على القول، وحديث طارق يدل على الإكراه بالفعل، إنه ليس عذرا. نعم.